كعب بن مالك أحد شعراء النبي. هو أبو عبد الله كعب بن مالك الأنصاري الخزرجي، صحابي من أكابر الشعراء من أهل المدينة، واشتهر في الجاهلية، وكان في الإسلام من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم، وشهد أكثر الوقائع، وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم بعد تخلفهم عن غزوة تبوك. قال كعب بن مالك رضي الله عنه: حين أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى الطائف، قضينا من تهامة كل ريب وخيبر، ثم أجممنا السيوف، نخيرها ولو نطقت لقالت، قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فلست لحاضن إن لم تروها بساحة داركم منا ألوفا، وأنا قد أتيناهم بزحف يحيط بسور حصنهم صفوفا، رئيسهم النبي وكان صلبا نقي القلب مصطبرا عزوفا، رشيد الأمر ذا حكم وعلم وحلم لم يكن نزقا خفيفا. نطيع نبينا ونطيع ربا، هو الرحمن كان بنا رؤوفا، أتونا لا يرون لهم كفاء فجدعنا المسامع والأنوفا، بكل مهند لين صقيل نسوقهم بها سوقا عنيفا، لأمر الله والإسلام حتى يقوم الدين معتدلا حنيفا.